لنقاش الملف السوري ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة المعارض السوري المستقل خليل المقداد. أهلا بكم سيد خليل. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وفقا لتقارير أمريكية وأوروبية، فإن تصاعد نفوذ الروسي في سوريا يتصاعد على حساب الدور الإيراني هناك. إلى أي مدى تظن أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصفية حلفاء؟ طبعا نحن علينا أن ندرك حقيقة أن اللصوص عندما يسرقون يختلفون على الاقتسام، هم يتعاونون على السرقة لكنهم يختلفون عند الاقتسام، ومستصغر النار عظيم النار من مستصغر الشرري، لكن علينا أن نعرف منطلقات هذا الخلاف أو المحاور الرئيسية له، سأذكرها ثم يعني نفصل فيها إذا أمكننا ذلك. السبب الأول ربما يكون هو رغبة روسيا بإنجاز تسوية مقبولة غربيا تضمن لها النفوذ، هذا أولا. السبب الثاني هو الخلاف على تقاسم الكعكة، والسبب الثالث هو التفاهمات الروسية مع الكيان الصهيوني الذي يهمه أيضا تعزيز أمنه في المنطقة، وبالتالي أيضا الحصول على حصة من الكعكة السورية. ربما لا يعلم كثيرون هذا أنها لها مطامع في الجنوب. إذن ثلاث محاور رئيسية ينطلق منها الخلاف الروسي الإيراني. النقطة الأولى وهي الرغبة الروسية بإيجاد تسوية تصطدم بالوجود الإيراني والميليشياوي الغير منضبط. يعني إيران زجت بميليشيات متعددة القوميات والإثنيات في سبيل بسط سيطرتها ووأد الثورة السورية منذ البداية. ثانيا يعني هي تحاول أن تحصل على الحصة الأكبر من هذه الكعكة، وبالتالي هي تصطدم مع روسيا. روسيا يهمها إيجاد تسوية تستطيع من خلالها ضم كافة الأطياف، أطياف المجتمع السوري، كي تبقى مسيطرة، وخاصة في منطقة سوريا المفيدة، وهي كذلك بالنسبة لهذه المصالح وهذا النفوذ. روسيا يهمها ألا يكون هناك خط غاز يأتي من الخليج باتجاه أوروبا، أيضا هي تقطع الخط على هذا التوجه. لذلك الآن روسيا تحاول التنسيق مع كافة الأطراف، وزجت أيضا بشكل عملي أو بقوات شرطة روسية في عدة مناطق كانت تعتبر مناطق خاضعة للسيطرة الإيرانية، مثل القصير وغرب سوريا. نعم سيد خليل، يعني بالنهاية على الأرض النفوذ الروسي أقوى استراتيجيا وعسكريا من النفوذ الإيراني، بالتزامن مع تقديم النظام لامتيازات كثيرة لإيران، هل تظن أن النظام سيستغني بسهولة عن الحليف الإيراني؟ يعني أنا برأيي الخلاف الإيراني الروسي لا يخدم أي من الطرفين، بالتالي سيحاولان إيجاد نقاط التقاء. أنا هذا ما قرأته من خلال إعادة تفعيل مركز الأزمات الرباعي الذي يضم إيران، روسيا، العراق والنظام سوري، وبالتالي محاولة السيطرة على هذا الخلاف، خاصة بعد التصريحات العلنية التي خرجت من بوتين ورد عليها حسن شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية الإيراني، لأن بوتين طالب جميع القوات بالخروج من سوريا بما فيها، ثم خرج مندوبه في سوريا ليوضح بأن المقصود بهذه القوات هو القوات الإيرانية وحزب الله وتركيا وأمريكا. إيران ردت عليه على لسان شيخ الإسلام بالقول أن إيران قدمت تضحيات كثيرة و و و و وطالب بخروج القوات الأجنبية وبأن وجودها شرعي. إذن هم الطرفين يؤكدان أن وجودهما شرعي، في حين أن إيران يعني حقيقة لم تعترف بوجود عسكري مباشر على الأرض، لكنها زجت بعشرات الآلاف من المقاتلين وهي تسيطر على مفاصل الدولة. إذن لا تستطيع روسيا تحقيق التسوية ولا تستطيع إعادة الإعمار. مسألة إعادة الإعمار تحديدا أيضا هناك يعني لا يمكن البدء بها دون تقريص الوجود الإيراني الميليشياوي. حاولت إيجاد بديل من خلال الفيلق الخامس لكنها لم تستطع، بسبب سواء إيران أو روسيا، بسبب التنوع الإثني والطائفي والعرقي لهذه العناصر الغير منضبطة. بالحديث عن العامل البشري، هناك ملف ثقيل جدا وهو التغيير الديموغرافي الذي حدث في سوريا. ما هي توقعاتك للاستراتيجية التي ينتظر أن تتبناها روسيا لتتعامل مع هذا الملف، ملف التغيير الديموغرافي الذي رسخته إيران أساسا في سوريا في كثير من المناطق؟ علينا أن نعلم حقيقة، الحديث لا يتم عن خروج القوات الإيرانية بشكل كامل، هي محاولة ضغط لتخفيف تواجد هذه القوات، ومحاولة يعني لملمة الأمر بالخروج حتى على ب ب ب ب
بتسوية معقولة تضمن حقوق الجميع، لكن علينا أن نعلم أن النفوذ الإيراني يأتي على حساب النفوذ الروسي، والنفوذ الروسي يأتي على حساب النفوذ الإيراني، وبالتالي سيبقى هذا الصدام موجودا، لأن إيران على الأرض تعمل بشكل حثيث، لكن حتى هذه الجهود، جهود التشييع، يمكن يعني أن تتبخر كما يعني يتبخر الماء وتطير كما يطير الغبار، في أي لحظة ينقلب فيها الوضع رأسا على عقب. هم مؤمنون أن الوضع في سوريا العسكري أو المعركة العسكرية انتهت، وبالتالي حان الوقت لإيجاد تسوية من نوع ما. وهنا الخلاف الرئيسي هو على المصالح وحصة من الكعكة السورية، لكن برأيي أن هناك أطراف كثيرة، حتى فرنسا الآن إذا أخذنا الدور الفرنسي الذي بدأ فاعلا بعد قرار الانسحاب الأمريكي، وإن من باب الحفاظ على الأكراد ومساعدتهم وحمايتهم، فرنسا دولة استعمارية من الطراز الأول ولها يد في كافة مشاريع التقسيم ومشاريع شردن في الأمة منذ البداية وحتى الآن، وهي لن تخرج بسهولة، وبالتالي يهمها أن تحافظ على جزء من الكعكة، وهي معنية بإعادة الإعمار، كذلك ألمانيا والعديد من الدول. لا ننسى أيضا الطرف الآسيوي، الصين، اليابان، التي قد تدخل على الخط في أي لحظة في مسألة إعادة الإعمار، وهي يهمها أن تعزز نفوذها. لذلك نحن الآن قد ندخل في صراع على النفوذ أكثر منه صراع سياسي، يعني هو صراع اقتصادي ربما يكون عنوان المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لك المعارض السوري المستقل خليل المقداد، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.